طبعا ربنا قادر على كل شيء، وفي اشياء بنشوفها حوالينا في الدنيا ما نعرفش نصدقها، وفي بني ادم وهو بيشرب يشرق يموت، وفي حاله اليومين اللي فاتوا الدنيا كلها متابعاها الرياضيه المتفوقه اللي قلبها توقف ما يقرب من 22 دقيقه، حدوته غريبه جدا وكلنا بنتابعها وعايزين نفهم ايه الحكايه وايه الموضوع. معانا الكابتن محمد الجوهري مدرب جمانة ياسر لاعبة الخماسي، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحكايه، ايه اللي حصل لجمانة؟ جمانة يعني بطله مجتهده وبطله مصر وبطله جميله في لعبه الترياثلون الثلاثي الحديد. هي جمانة كانت بتتمرن عادي جدا في التمرين as usual، يعني زي ما بتعمل كل مره. فجت في بدايه التمرين حصل لها حاله من التشنج جوه التمرين، ومسكت الستارت بتاع الحمام السباحه وجالها نوع من انواع التشنجات، فطلعناها من الميه. فبدات ان هي ايديها ورجليها يرتعشوا جامد. ففي البدايه طبعا انا حسيت ان ده ممكن يكون بلع لسان، فبدانا نتشك على موضوع اللسان، وبعد كده هو بدا مضها يقل، فعملنا سي بي ار سريع لحد ما بدات ان هي الموضوع يزداد سوءا، وبدات ان هي تطلع بابلز من بقها وعينيها بدات تقلب والنبض بدا يقل خالص. فعلى الفور طبعا جرينا بيها على اقرب مستشفى، كانت جنبنا مستشفى السلامه، ورحنا لهم في الطوارئ. كانت الحاله متشخصه اول ما دخلت الطوارئ ان هي متوفيه، ان هي ارستت، القلب كان وقف تماما عن النبض. فانتوا ما لقيتوش فيها اي علامات حيويه خالص؟ خالص خالص، هي كانت داخله المستشفى بلا نبض بلا ضغط بلا نفس بلا اي حاجه خالص. طبعا قعدنا 22 دقيقه جوه الطوارئ، عدد كبير جدا من الدكاتره بيحاول ان هو يعمل لها افاقه، سي بي ار، صدمات كهرباء، حقنه ادرينالين في القلب، حطوا لها تيوب عشان الرئه. فطبعا كان الموضوع صعب جدا لمده 22 دقيقه. 22 دقيقة ملهاش نبض، ملهاش الجهاز اللي بيطلع أصلاً وينزل ده خالص. هي مش معانا اصلا، هي كانت يعني بين ايدينا اللي خلقها. لا اله الا الله. دقيقة. وبعدين بعد كده بدا النبض يرجع بعد ال 22 دقيقة بمؤشر بسيط جدا. طبعا بعد كده طلعت العناية. كان المؤشرات الحيويه يعتبر في حاجات ما كانتش اصلا بتقرا، زي الضغط كان نو ريدنج، ما فيش قرايه للضغط. كان القلب شغال بكفاءه ضعيفه جدا. وظائف الكلى ما كانتش لسه بدات تشتغل. الوعي بتاعها كان ثلاثه، يعني المخ شبه متوفي. ففضل ونعمه ربنا ان هي بدات شويه بشويه بدات يعني الامور تتحسن، وظائف الكلى بدات تعمل يورين، بدات الدنيا تتحسن شويه. سنة بسنة هي فضلت في العناية لمدة 16 يوم متواصلة. ال 16 يوم هي ما بتقدرش ان هي تفوق على مخدر عام، لان لما بتفوق كان بيجي لها برضه نزلة تشنجات، فكان الوضع يعني حرج جدا في العناية. طب ولما الحمد لله هي فاقت دلوقتي؟ الحمد لله هي دلوقتي نسبة الوعي بتاعتها اتحسنت جدا. هي فاقت، قالت ايه؟ قالت كانت شايفة ايه؟ كانت حاسة بايه؟ ما كانتش معانا خالص، يعني هي ما كانتش معانا خالص، ولحد دلوقتي حتى بتشوف الناس، في ناس بتفتكرها وناس لسه ما بتفتكرهاش. طبعا ممكن انت تخش لها النهارده ما تفتكرش ان انت كنت عندها النهارده خالص، لانه هو طبعا الدم قعد مده ما بيروحش للمخ بشكل جيد، فده اثر على كبيرة الوعي بتاعها. طبعا طبعا فتره كبيره. ايوه هي قالت ايه لما رجعت للحياه تاني؟ قالت ايه؟ افتكرت ايه؟ يعني كل كلامها بابا، عايزه ماما، بتتكلم شويه عن التمرين، هبدا اتمرن امتى، انا فين، انا عايز اروح. طب الدكاتره بيقولوا ايه؟ الدكاتره بيقولوا ان يعني في لسه هتعمل لها ان شاء الله رنين مغناطيسي على المخ. هم لحد دلوقتي مش قادرين يشخصوا هل المشكله اللي حصلت سببت توقف عضله القلب ديت، هل دي مشكله في المخ ولا ديت كسور في عضله القلب او مشكله في القلب. فلسه هم شغالين دلوقتي في عنايه القلب، بيعملوا اشعه وحاجات على القلب عشان يعرفوا المشكله فين.
إن شاء... لكن احنا لسه ستيل في العناية، بس عناية القلب يعني. ان شاء الله ترجع بالسلامة ونفرح بيها ونطمن عليها. الأستاذ محمد الجوهري مدرب جمانة ياسر، بشكرك شكرا جزيلا.